كرة أمامية توصل مرة ثانية، نتذكر هدف جيدا كان على ما أعتقد للاعب بيبيتو، والعرضية جميلة، يلا دف الله على هذا الهدف، الله على هذا الهدف، وهدف أول لتشيلسي ليلي بلوز. ليلي بلوز شوف 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 شلون يستقبل الهدف، يعني ثقة 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 كبيرة لدى المدير الفني مورينيو، وبالتالي لكن هدف هدف كبير، هدف عالمي. شوف شلون حطها بالقدم، ثرو ما تروح إلا بهذه الطريقة، ما تروح بالزاوية البعيدة على مرمى ديفيد توري باركينز إلا بهذه الطريقة اللافة اللي لعبها داميان داف. يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، وهدف التعادل لفريق تشيلسي، ليتعادل الفريقان حتى الآن في الدقيقة 35. وقلت لك إن تشيلسي فريق كبير، فريق كبير، لكن يحتاج مثل ما قلت لك إلى إن ينسجم.